في حدث رائع جدا حصل والإعلام المصري غايب عنه. احنا عارفين هند رستم وعاشقين أفلامها، وهي أيقونة للجمال والأنوثة. وعايز أقول يعني الإغراء النظيف، يعني لو صح هذا التعبير، أحد النقاد يمكن كتبه مرة يعني إنه الست دي كانت نموذج للأنوثة الطاغية بدون ابتذال، حتى في أفلامها مع فريد الأطرش عبد الحليم كانت نموذج للجمال والأنوثة والإغراء بدون ابتذال. فإنه يحصل في باريس معرض لمقتنيات هند رستم وتراثها وملابسها وأفلامها، يحضروا اتنين رؤساء، رئيس حالي اللي هو ماكرون ورئيس كلينتون، رئيس ماكرون ورئيس كلينتون، وافتتحوا هذا المعرض في باريس في حضور بنت هند رستم اللي هي بسنت. معنا الصورة يا شباب. بسنت قالت انه المعهد بسنت قالت ده الحقيقة في تصريحات خاصة لبوابة الرئيس نيوز، قالت ان المعهد العربي في باريس تواصل معها منذ عامين وطلب منها صور ومقتنيات خاصة بالنجمة الراحلة هند رستم لعرضها في معرض باريس، ورحبت وقاموا بزيارتها وحصلوا على المقتنيات مقابل تأمين مبلغ 30 جنيه استرليني. 30 جنيه استرليني اضرب في 20 بقى يعني حاجة 300,000 جنيه ولا حاجة. وأضافت أن ده تأمين، يعني قيمة تأمين فقط على المقتنيات. وأضافت أن أزمة تفشي فيروس كورونا تسببت في تعطيل الاحتفالية لمدة سنتين، إلا أنه مع بداية الانفراج قرر مسؤولي المعهد العربي باريس إقامة المعرض بداية من 30 يونيو، وحضر الافتتاح نخبة من السياسيين حول العالم، وتم افتتاح المعرض للجمهور النهارده. يعني النهارده الجمهور بيخش يتفرج على الجمهور الفرنسي بيخش النهارده يتفرج على مين؟ على النجمه هند رستم ليشاهد مقتنياتها. معايا الناقد الكبير والصديق العزيز والكاتب المحترم الاستاذ طارق الشناوي. استاذ طارق اهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك. يعني يسعدني ان انت تبقى معايا في تاني حلقه ليا في الثامنه. لا ده شرف ليا حبيبي، شرف ليا والف مبروك. الله يكرمك، الله يبارك فيك، وان شاء الله القادم افضل يا رب يا رب يا رب يا رب. تعقيبك وتعليقك على ان هند رستم ليها مقتنيات في معرض في باريس بيحضرها ماكرون وكلينتون ويحضرها الجمهور النهارده. طبعا يعني الفنانه الكبيره هند رستم ايقونه واحد علامات السينما المصريه طوال التاريخ، لانها صاحبه بصمه خاصه فعلا زي ما انت قلت في المقدمه. لما بتقال حتى بيحاولوا يحطوها في جمله ملكه الاغراء، لكن حتى ده كان اغراء بلا اي نوع من الابتذال، كان اغراء مش بالعري، لا بالاحساس وبالاداء بالزبط. يعني كل افلامها فعلا ما دام هند رستم، انا كان من حسن حظي التقيت بيها اكتر من مره، ما عندهاش اي يعني ايه، مفيش تعري، مفيش البورنو اللي احنا شفناه في بعض، صح؟ التعبير هي فنانه اصيله في التعبير. طبعا معهد العالم العربي انا زرته كتير من سنه 90، يعني من حوالي 30 سنه، لان كان بيعقد في مهرجان السينما العربيه بالظبط، او بنالي، كان 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 يعني التوصيف بالظبط الصحيح له بنالي، لانه كان بيعقد مره كل عامين. طبعا هو مفتوح للثقافات العربيه، وطبعا لما اتكلم عن الثقافه العربيه بتصعد مصر في مكانة خاصة، وهتلاقي في مقتنيات لفريد ولأم كلثوم ولعبد الوهاب وعبد الحليم، يعني في دايما هذا المعهد، لأن الثقافة العربية في حالة شغف أوروبي وفرنسي تحديدا بكل تفاصيل الثقافة. وطبعا الحضارة المصرية والثقافة المصرية لها جاذبية في العالم، وكمان الفرنسيين بالذات لهم يعني شغف بالنسبه لكل العالم، هتلاقي الفرنسيين شغفهم اكبر صحيح بكل ما يتعلق بمصر وبالحضاره وبالتالي الثقافه والفنون. صحيح. استاذ طارق انا بشكرك جدا على هذا التعقيب، واتمنى تجي لنا حلقه ان شاء الله. لا ده شرف ليا، ربنا يخليك استاذ طارق، بشكرك جدا يا فندم.